حرارات سارمة في ذات اللحظة. تنطلق المباراة بين الاتحاد وسامح الدربيلي تقريبا نفس الأسماء. بن سعيد التقط منتهى ياسين الخميسي مقطوعة الكرة من الكرة رجعت في أبناء الاتحاد المنسيني أبناء المدرب نسعد الشابي. تواصل العملية لأبناء المنسيني. التمريرة مقطوعة من محمد علي اليعقوبي. تدخل من الليبي معتصم صبو. موزيس أوتان مخالفة. كان الحوار الغالي مرة أخرى سامح الدربيلي. الهجمة للترجي في اتجاه حمد الهوني. الهوني والامتياز بثبات لي رجع الكرة لصالح الاتحاد الرياضي المنسيني. 9 دقائق لحد الآن في هذا الشوط الأول من المباراة من البطولة. هذا الموسم بهجمة سريعة لحمد الهوني ولكن مقطوعة لمحمد علي اليعقوبي. الضغط من حسام قا. كرة في وسط الميدان كالعادة لسامح الدربيلي. بلال بن ساحة مقطوعة كالعادة لأنتوني أوكوتو. بقى يربح الكرة الثانية. موزيس أوركوما مدير مباراة في بطولة الدرجة الأولى للرجال. أدارت مباراة الرابطة الأولى 2018-2019 رياضي المنسيني. ياسر جلاصي كالعادة كالعادة بعد تسجيل هدف الاتحاد. كيف ستكون ردة فعل أبناء معين الشعبي وكيف سيتعامل لسعد يطلب ضربة مخالفة في حواره كان مع النيجيري موزيس. تلقى منذ دقيقتين من الترجي وضيع مباراة النهائي كأس الزعيم الراحل لحبيب مرديبة هنا في ملعب يوسف المصراتي. فادي بن شوك فاروق الميموني إبراهيم وطراء. كرة في وسط الميدان في جهة كوامي بونسو لكن رجعت من موزيس أوركوما. دور كبير قاعد على الترجي ويتواصل الهجوم لصالح الاتحاد الرياضي المنسيني. موزيس أوركوما النيجيري العام قرر يرجع للشتي خاطئة منه. موزيس أوركوما العام من النيجيري أوركوما. أمامكم الريبلاي وعلي العامري كورتو خارج اللبو كثالوث محور الدفاع إلى جانب المجموعة اليمين وأيضا فهمي بالرمضان على ما كانش من ترويضها اللاعب الشاب طبعا اللي خذا مكانه في التشكيلة الأساسية أشرف الحباسي. أتدخل في مرة أولى من بن علي وكذلك سيء على الأقل نقول مبدئيا وقتيا حسب ما شاهدنا وحسب ما لاحظنا وتابعنا في البطولة التونسية أنه كل فريق يسعى للتواجد في نهائي المسابقة. هذه كرة في اتجاه بوتو مرة أخرى مخلق جدا بوتو التصويب. رياضي المونستيري ودفاع نادي صفاقس يرجع الكرة ثم أشرف الحباسي يلعب كرة يبدل الاتجاه لليسار. ترجع الكرة من جديد عند كينغسلي إيدو يحاول يتعدى بالكرة يقطعها موزيس أوركوما. هذه المباراة حوار المدربين الحقيقة 59 سنة بالنسبة للشابي وفوزي البنزرتي شيخ وعميد المدربين التونسيين 70 سنة الوطنية ولكن في مسابقة الكأس لقب وحيد بالنسبة للبنزرتي. كرة تعود من جديد على الجهة اليسرى مع صعود بكرة نادي الصفاقسي يدور يحاول يدور ولكن التدخل الدفاعي من جديد والحوارات أكيد حافل ستتكرر بالخصوص هدف البطولة اللي أعطى يعني إضافة كبيرة ياسر للاتحاد المنسيري هذا الموسم على محمد بن علي. حاول نادي صفاقسي يلعب الهجومات الملصقة ولكن ثم أوركوما يرجع الكرة تعود لمحمد علي طرابلسي والمهيمن دون أهداف حتى الآن. حتى فريق ما اهتدى إلى الشباك والحقيقة حتى يرجع للوراء من جديد مع أوكبوتو هذه الكرة موزيس أوركوما المواتنو واحد من لوبي ستارز بالنسبة للنادي الصفاقسي والكرة ترجع من أيمن دحمان ثم محاول يأخذها موزيس أوركوما. الحوار كان بين النيجيريين موزيس وكذلك سوكاري وترجع الكرة للاتحاد الرياضي. أولى الكرة من حسام دكدوك والترويض بالزر لأيمن الحرزي ما تنجحش العملية من كينغسلي إيدو يأخذها موزيس أوركوما. يلعب يبدل الكرة مع الياس الجلاصي في وسط الميدان يحاول إيدو المنستيري. كرة في دفاع النادي الصفاقسي ترجع في وسط الميدان ثم تعود لعلي العامري يقول سب فيها الحكم ورقة صفراء انذار على محمد بن علي. إذن تقريبا 5 دقائق نزيه وتتغير المعطيات مش بالأهداف وإنما
بإقصاء وهذه كرة تسجيل. وطبعا كيف ستكون المباراة بعد هذا الإقصاء؟ هذا هو السؤال المطروح. بالفعل هذه كرة جديدة. وطبعا خطورة الاتحاد الرياضي المنستيري خاصة الآن يعني في غياب لاعب في النادي الصفاقسي يصبح يلعب بعشرة لاعبين. الكرة عند موزيس أورتوما ترجع للياس الجلاسي. موزيس يلعب على الحمزية الهجومات يعني أصبحت الآن من هنا وهناك والمساق أسرع حقيقة. بالنسبة ليكبوتو يعود حتى يغيب حتى 30 متر على مرمى الحارس دحمان. أطلب في الاحتفال بالكرة أشرف الحباسي والكرة تعود من دفاع من جانب السي اس اس والعودة الدفاعية من جانب الاتحاد المنستيري. الحباسي مرة أخرى يحاول يراوغ ولكن يفشل هالمرة أشرف الحباسي ولكنه كيف الاتحاد الرياضي المنستيري كنا نشوفه في المدرب لسعد زردة. لسعد زردة أكبادو ترجع الكرة الاتحاد الرياضي المنستيري معتصم صبو مع موزيس أوركوما. موزيس أوركوما مع الضغط من وسام بن يحيى وكذا الكواجي الساحلي. واحد اثنين مع وسام بن يحيى. وسام بن يحيى يقص الكرة من موزيس أوركوما. موزيس أوركوما تمشي لعلي العمري. علي العمري علي العمري يبحث عن الحل. علي العمري الاتحاد المنستيري ليس الأجلاسي فك الكرة يسير الشماقي يعكس الهجمة وتقص من موزيس أوركوما. وسام بن يحيى أمامكم على الصورة والتدخل من موزيس أوركوما النيجيري العمري مواصفات هجومية يرجع لتمرير التغطية الدفاعية. هذه هجمة معاكسة للاتحاد الرياضي المنستيري. عطف الخيلي ترجع الكرة من حمزة العقربي. الضغط موجود في وسط الميدان من موزيس أوركوما ياخذها الياس الجلاسي. الجلاسي عند الكرة الجلاسي لمسة في الوسط إلى موزيس أوركوما النيجيري أرضية علي العامري قاعد يدور في الكرة علي العامري يصدر الساحلي. الساحلي يمر وجه الساحلي كرة يفتحها موزيس الميدان بإمكانيات ممتازة. موزيس أوركوما كلامي في الرمضان عبر كرة ثابتة في الدقيقة 55 ترجع الكرة موزيس أوركوما. موزيس أوركوما معه وجدي ساحلي حضر كورتو إيمانيالي إلى موزيس أوركوما يضغط سوير التوادي لمسة إلى ياسين العامري. لجانب الترجي الرياضي التونسي والاتحاد الرياضي في التتاوين هلال الشبه يلتحق أيضا بعد الانتصار على سبورتينغ بن عروس. مرة أولى كرة غير معهد هذه كرة فاولي ومقطوعة من الدفاع يضغط كورتو أرضية الكور دوزيام بال. موزيس موزيس عند الكورة. موزيس مع وجدي ساحلي ياخذ الكورة. موزيس النادي الإفريقي من جديد من يستحوذ يرجع من جديد. موزيس أوركوما علي العامري علي صدر خليفة يبحث عن الحلول. الحل من وجه الساحلي لكن قبل الياس الجلاس تتماس حاسمة. أربع دقائق خمسة دقائق وقت إضافي دقيقة ونص. هذه كرة للإفريق بالرأس محمد الزغراب. ترجع كرة علي العامري مع صعود من لاعب الإفريقي هذا ترجع من جديد قبل سلماتين واحد النجم في القيرة وين 3-1 ضد الشبيبة وتعادل سلبي بين السيابي واتحاد بن قردين 0-0 في ملعب البصيري. اليوم فمباراة بدات 0 مقابل 0 في الشوط الأول أمام النادي الرياضي الصفاقسي. وقمة لقاء هذه الجولة هنا في ملعب الظفير المساندة. يرجع بالكرة للوراء يعود بالكرة زيادة المشموم لموزيس أوركوما. تبقى الكرة للاتحاد الرياضي المنستيري يعني حار صحيح لكن مقارنة بملاعب أخرى ملعب المتلوي قبل انطلاق المباراة الحرارة كانت 46 البارح لقاء القيروان الحرارة 44 اليوم على الأقل. ماذا يريد من هذا الموسم الاتحاد ومدرب لسعد الشابي مدرب طموح أكيد ينوي ربما الحصول على مقعد إفريقي علي إلى غازي عبد الرزاق أحمد خليل وسام يحيى يسقط رياضة الميدان والحكمين يشغلوا خطة محور دفاع ولو أنه أحمد خليل في مرات سابقة. مدرب الاتحاد الذي مدد عقده مع الاتحاد المنستيري حتى موفى جوان 2021 زاد عام آخر. هي اللي قام بها النادي الإفريقي استعدادا لعودة النشاط. موزيس أوركوما يأخذ الكرة مع زيادة المشموم. أوركوما ترجع له الكرة في القائم الثاني ثم الضغط وطنية وهذه كرة للنادي الإفريقي خطيرة تقطع في مرة أولى ثم في مرة ثانية وتخرج من فامي برمضان لكن قبلها تأتي صفيرة رثوادي لكن تقطع الكرة الأخيرة من الياس الجلاسي. تقطع تمشي الكرة من جانب موزيس أوركوما يفتح نحو هذا المشموم. المشموم قدامه الخفيفي الذي يقوم بعمل دفاعي أيضا. تبقى الكرة من موزيس أوركوما العمري. العمري يمر تمرين العقربي على اليمين. العقربي يراوغ يمر لكن الكرة لا تمر وتبقى الكرة أكيد دون تغييرات في الرصيد البشري. هذه كرة للنادي الإفريقي ترجع من موزيس أوركوما مع بداية الموسم وحتى تحضيرات يعني لم تشفع له لكي يستعيد مردوده
المدرب ترجع كرة للنادي الافريقي، تخرج من الدفاع، تبقى الكرة واشتعلت الأضواء الكاشفة هنا في كما قلت رغم قيمة التحذيرات ولا تربصات استعدادا لعودة النشاط، ولكن اللي قاعدين نشاهدوا فيه أكيد لصقبة مازال ما ارتقاش هذه كرة، ولكن في الكاس كنقص الافريقي بنفس النتيجه هل تكون مباراه ثريه للنيه والمخالف للافريقي مقتل التمريره الاخيره تقطع للاتحاد الرياضي المنستيري تمشي الكره مطاوس تبقى الكره تشافاريه ما يسلك عبد القادر الاثلاثي ياخذ الاطباق الاخيره هذه الكره الاخيره والمحاوله بين تشافاريه والعبد القادر المسلتي ويسقط الكعب محمد يد مطاوس طويله الكره ما وصلتش لباسيرو كومباوري تقطع للمخالفه في اللاكس في المحور والكره باش ترجع نجم الرياضي الساحلي موجود مانويل اكبادو يقطع الكره لموزيس اوركوما اوركوما عنده امتياز خاص خاطر كي تصويبه تمشي في مكانها يكون ايضا مسيري لفامي برمضان اكبادو محاوله لعب الكره لاوركوما اوركوما اوركوما يسقط اوركوما الحكم هيحس اوركوما يسقط لعب يزكر من خلفه ومن نعيم حسني باش يكون لمحمد حاج محمود بعد تدخله مع اوركوما هذه اعاده اللقطه دقيقة إذا الشوط الثاني كما قال سيف غزال قوة النجم في الشوط الأول كانت من جهة كشريدة وعمل كبير كما قلنا مع ماهر الحناشي في بعض الوضعيات كذلك الرو أيضا حتى فراس بالعربي بحذاه فراس بالعربي فراس بالعربي والحارس البشير بن سعيد نفس الثغرات والمساحات إلى حد الآن شفنا المحاولات من داروين غونزاليز وفراس الكرة كنترول في اتجاه اكبادو اكبادو الى اوركوما اوركوما يحاول يلعب الكرة طويلة في اتجاه طلحة مرتضى بن وناس يلعب الكرة في اتجاه داروين مقطوعة من وانتوني اكبادو ينتظر الى حد الان في كرات تثمينة في مناطق ترجع من جديد من بعايو كرة للنجم الرياضي الساحلي مقطوعة حسني للاتحاد الرياضي المنستيري رغم التغييرات من اللاعبين البرزين السناء واللي ساهموا في الشطر الأول والمرحلة الأولى الممتازة وسط الضغط من جانب الاتحاد الرياضي المنستيري بالفعل ترجع الكرة بمخالفة زفرها نعيم حسني للاتحاد ضيع الكرة تقطع من العمري ترجع دائما للاتحاد الرياضي المنستيري أقرب والأقدر على التقييم في ضرب الجزاء ما كانتش فما ضرب الجزاء المدافع كان وضع فيه وراء ظهره يعني الجهة اليسار للدفاع الاتحاد الرياضي المنستيري ترجع الكرة لأبناء المنستير مرة أخرى كانت هي أولى والثانية نزالت للأزرق والأبيض ياسر جلاصي بعد أن افتتح التسجيل اللاعب علي العمري لاعب يعمل في صمت هذا المهاجم ويقدم في مردود متميز منذ الموسم الفارط خصوصا وأنه يعني مجموعة للملعب التونسي بالرأس من الدفاع في مرة أولى تقطع في مرة جورج السقوط واصل العملية لصالح البقلاوة عن طريق ليس بن نصر لكن مقطوعة الكرة من المباريات تبع المباراة هذه على الوطنية الأولى بين الاتحاد المنستيري والملعب التونسي لقاء درجة تمريرات حاسمة للنيجيري أوكبوتو كما قلت على طريقة لوكاكو مهاجم الإنتر أنتوني أوكبوتو صعب المهمة على البقلاوة في هذا النصف الأول من كورة موزيس رجعت من جونيور روسوكو أو مجلس فوركومات في وقت آخر مسير مدينة عكل حمل التوقيع علي العمري هو أنتوني أوكبوتو النيجيري هدف البطولة في مناسبتين يرفع مطالب بإيجاد التوازن يعني البحث على التسجيل وفي نفس الوقت تأمين الخط الخلف عبر الثنائية حول المباغتة الثانية إن شاء الله ترجع الكرة من جديد لصالح الملعب التونسي عمري وفي اتجاه أنتوني أوكبوتو ترجع من جانب حسام بنينة بالرأس في مرة أولى علي اليسر جسمها ياسر العمري في هدف رابع طبعا دفاع البطلة وحكينا عليه شاكي منذ نفهم قيمة وأهمية الإعداد البدني لفريق المنسي موزيس أوركوما يعني فيصل البناني شوفوا كيفاش فعلوا ناس منسي المدربين على الكرة بأن فلسطين في علي العمري وهدف رابع في ياسين العمري اللي خلى مكانه محمد المكة
الكوري 4 مقابل شيء لأبناء الاتحاد السوري متواصل من جانب مكوري محمد تبقى للاتحاد دائما لدى الكرة يوصل على الجهة اليسار محمد المكوري المكوري يوصل للكرة ضرب الكرة من جانب لاعب الاتحاد من جانب علي معتوك الليبي والمخالفة لموزيس أوركوما الذي يجب يعرف الدفاع عنده يعني صنع العاب من طراز ربيع إلى ياسي خلاف لم تتغير الأسبقية 4 أهداف مقابل شيء للاتحاد المنستيري ضد الملعب مقلقش برشا دفاع الاتحاد غير المنستيري تقريبا الحارس بشير بن سعيد كان في إجازة والهجوم بسرعة المرق لأبناء الاتحاد الرياضي المنستيري موزيس أوركوما في هجوم جديد لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري الكرة للاتحاد خطيرة على دفاع البقلاوي المنستيري مرفع الكرة لكن التدخل من جانب علي معتوك تقطع الكرة وتبقى للاتحاد الرياضي المنستيري مع نهاية هذا الشوط الثاني تمشي من اتحاد أكبادو إيمانويل لكن تقطع الكرة موزيس أوركوما الاتحاد الرياضي المنستيري متقدم بهدفين مقابل صفر كرة في عمق الدفاع متفطن محمد الصغراوي وتم الخطبوط هذه المباراة بمساعدة كل من فيصل العملية وضربة ركنية لصالح نادي حملم اخو كور بسرعة في اتجاه موزيس موزيس أوركوما الى علي العمري علي ثمان مرتبة تخول له الدخول للمسابقات الافريقية ونادي حملم من اجل طبعا ذلك ونادي حملم يلعب من اجل تفادي نزول مؤكد الغايات متباينة ولكن الهدف باش يواجه قوة في القفصة في هذا الدور في قفصة وهي الكأس التي سالم عبلو يحاول يمر ولكن متفطن فهمي بالرمضان علي القاسمي يحب يربح الميدان ثم حسام الثقاف اتجاه موزيس موزيس أوركوما إلى الياس جلاسي ثم الخطأ على الياس جلاسي اللي حمله 26 خلاع في هذا الشوط الأول والتقدم للاتحاد قدام نادي الحارس علي القاسمي نذكر اهداف مقابل صفر لاتحاد بن جزائر خارج ميدانه امام مستقبل الجبال اللي كان عادل في الجوله الفارده امام نادي حمله منافس اتحاد المنستيري للمنستيري شهاب الليلي اللي طبعا قاعد يتابع في هذه المباراه بالتاكيد ذكريات جميله لشهاب بالنسبه للاتحاد المنستيري يحمل في سجله طبعا محطات مضيئه كره ترجع من جديد لصالح الاتحاد المنستيري موزيس أوركوما موزيس أوركوما في محاولة للمرور حاول كرة من السكوحي في اتجاه كوبكو من الأسماء الشابة اللي راهن عليها المدرب لسعة جردة هذا الموسم بعد طبعا مثل النتيجة النهائية للمباراة في ظل رغبته العليا من أجل طبعا مقعد في كأس رابطة الأبطال الإفريقية هذه محاولة لصالح الاتحاد المنستيري ترجع الكرة من جديد لموزيس أوركوما موزيس أوركوما يخير باش يرجع بها الفادي العرفاوي أو محمد صغراوي صغراوي في اتجاه معتصم صبو معتصم صبو معتصم صبو إلى موزيس موزيس أوركوما يتقدم موزيس أوركوما يبحث على المعاضدة ويربح الخطأ بكل ذكاء ضربة مخالفة لصالح الاتحاد المنستيري في موقع صعب بالنسبة لدفاع نادي حملم قلت جولة الغد بها يكتمل النصاب طبعا الرهان الموكول للنتيجة النهائية خلينا طبعا موعودين بمستوى نجم يكون افضل حتى من الفتره الاولى ممتازه اكبوتو مازال الضغط من جانب الاتحاد الذي المنستيري قلت لاعبو الطريقه اللي قاعد يسجل بها الاتحاد ونجاعه المهاجم نيجيري انطونيو اكبوتو اللي سجل ثنائيه ورفع رصيده الى حد الان الى 12 هدف في لائحه افضل هدافي البطوله في بالكرة لكن تفتك من جديد من جانب نادي حملم ترجع مرة أخرى لصالح الاتحاد في هجمة سريعة طبعا توا نادي حملم عندما طبعا تتوحد الجهود وعندما يلتقي الجميع من أجل كلمة واحدة وغاية حسام معكم موزيس حاول ترى أكثر من ممكن في اللعب حاول جري اللعب حاول جري اللعب مترقداش ترجع الكرة بالراس ياسين ياسين يحاول يضغط فادي العرفاوي ترجع لموزيس أوركوما الياس تيمومي تيمومي يلعب مع المنياوي المنياوي يا خوها موزيس أوركوما صح موزيس ترجع للياس جلاس فما مخالف
الكتار فريسيتيون يلقى صغراوي صغراوي وركما ياسر جلاسي وركما وركما فهمي يلعب صبو مقصر صبو يعاود مع بشير تسعة تسعة متبالي يمشي الكرة مقصر وركما موزيس يربح الأمتار في خط الوسط يمشي الكرة لثاني برمضان يصبح فهمي يرجع كرة صبو صبو تمشي إلى موزيس موزيس يمشي راسي طويلة نجم المتلوي يبعدها تمشي موزيس في وسط الميدان يخص الكرة يخرج لها الحق تمشي له تمام بوغامي تمام بوغامي يلعب مع إيزيكا موزيس ركوما ثم مخالفة قام فيها إيزيكا على إيزيكا جمعون كرة عند الصغراوي يخوها بالراس تمشي موزيس ركوما بوتو يلعب اون دو مع اللي يلعب عصاب يسجل الهدف الأسبقية لحدود الدقيقة 71 نلعبوا ضد نجم المتلوي هدف الكرة لفهمي برمضان فهمي برمضان مع موزيس ركوما عاود أكبدو أكبدو يهز راسو فهمي برمضان فهمي رجع الكرة لموزيس ركوما فادي يطلب الكرة حكيم 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 أسامة البوغامي رجع الكرة للمهدي قصها موزيس 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 يلوش يلوش في حكيم حكيم ممتاز جدا حكيم يلعب مع كمتوقع يعني هيت يعني هيت المقابل موزيس ركوما في التنفيذ وكبوتو تصبوا مرة أخرى الياس الجلاسي الياس 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 يلعبها مع موزيس 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 يعطي الكرة الحكيم خلق كل دفاعات الفرق المنافسة كما قلت بسرعة وكذلك الجانب المهاري لهذا الكرة تعود بمخالفة الكرة في مناطق الاتحاد الرياضي في تطويل تقريبا الدقيقة السابعة منذ انطلاق هذه محاولة لصالح الاتحاد الرياضي المنصري حاول اختراق دفاع الاتحاد تطويل كرة من موزيس ركوما في اتجاه حسن عودة الكرة إذا لصالح الاتحاد الرياضي المنصري الكرة عند موزيس أوركوما في وسط الميدان يرجع السادات التونسي لوسط الميدان لإحداث طبعا دفاع اتحاد تطاوين تخرج الكرة من الدفاع ثم المتابعة من موزيس موزيس أوركوما ترجع له الكرة من جديد موزيس ترفع من فهمي برمضان يخرج الحارس الميس الثمري وترجع الكرة في وسط الميدان جدا على مستوى الدفاع كذلك نذير القريشي واللاعب الجزائري حريكاش ثلاثة لاعبين ما تمكنتش الهيئة من جلبهم من الجزائر لتدعيم مستويات الاتحاد الرياضي المنصري هذا الموسم ذكرنا بالاتحاد في سنوات 2006 2007 وكذلك يلعب فيه على ثنائي البطولة و2007 و2008 كذلك يعني خاصة مع لطفي حيل الأجنبي الوحيد هو برتران مارشان مدرب هلال الشابة وهذا طبعا نعتبره إيجاد قيم معناها بحصيلة ممتازة ممكن تعطي الانطباع أنه هذا اللاعب يسير رويدا رويدا نحو التطوير تتعكس الهجمة عن طريق إسماعيل دياكيتي مع إيمانويل أكبادو يشق موزيس ممتاز موزيس ممتاز موزيس أوركوما يتعرض إلى إصابة في منسيري هاي الإعادة كيفاش إسماعيل دياكيتي سبق الكرة خذا مسافة على إيمانويل أكبادو ولكن موزيس كان متفطن للاتحاد الرياضي المنصري البشير بن سعيد في حراسة المرمى فادي العرفاوي فهمي برمتان معتصم صبو إيمانويل أكبادو محافظ 17 انتصار للاتحاد الرياضي المنصري سجل فيهم 60 هدف قاربة الأرقام قام جميلنا مستوى فني باهي في هذه المباراة هذه كرة ومحاولة لموزيس أوركوما فهمي برمتان إيمانويل أكبادو إيمانويل أكبادو ثم يرجع الكرة المعتصم صبو إيمانويل أكبادو ترجع الكرة ديتي ترجع المعتصم صبو ترجع إلى محمد رمضان المكيري الموزيس أوركوما عفوا موزيس أوركوما إيمانويل أكبادو تم وسيم بن سرح ترجع الكرة لوسط الميدان موزيس أوركوما أوركوما دائما صفر مقابل صفر في هذه المباراة ما زلنا ننتظر الأهداف رزق بوزرة كرة للاتحاد الرياضي المنصري موزيس أوركوما أوركوما يبعد لمعز عبود لمسة إلى فهمي ما يخدش الكرة ترجع إيمانويل أكبادو في وسط الميدان موزيس أوركوما مع بنكا كرة لعلي العامري علي العامري تبع فيه كرة لأسامة الرمضاني وماذا يقول الحكم المتابع اتحاد الرياضي المنستيري تمشي إلى موزيس أوركوما موزيس أوركوما يرفع الكرة في اتجاه علي العامري علي العامري
لا تفيدي نفذ الكره، كره لمجد عامر مقطوعه من جانب موزيس كوما على الصوره. الحارس علي الفريوي رجع الكره الى من الى كيتا. معتصم صبو يلعب الكره الى من الى موزيس كوما، ترجع من جديد فاميدي. مقطوعه الكره ياخذها بيرسنال بانكا، بانكا متفتر موزيس كوما في وسط الميدان. يبدا من السيره دي كوره لعلي العامري برلاس، مدافع احمد عمار، كره لبيرسنال بانكا مع موزيس كوما. كوما 4 ديال كوما، لمسه لعلي العامري هذه خطيره. عمار لا لمجد عامر، لمجد عامر موزيس كوما التغطيه التي في حياه موسى حمزه الربعي، وحمزه الربعي في داعي السلامه يخرج الكره من جنب في الميدان، رجع الكره لياخذ فريو بالراس. موزيس كوما يضرب كره في وسط الميدان لصالح مجيد تامي برمضان من جديد بيت الاتحاد الرياضي المصري. موزيس كوما قبل وسام الرمضاني الى ايمانيه الاكبادو. موزيس كوما، موزيس كوما بلمسه واحده حكيم تقا. سين الصالحي يرفع الكره والدفاع، الدفاع لمعتصم سبو يرجع يفك الكره. معتصم سبو ايمانيه الاكبادو عاد الاتحاد الطويل، الاتحاد الطويل اللي عنده 18 نقطه والشبيبه عندها 16. وحمام لم مقطوعه من جانب الشبيبه القرونيه في اتجاه مصعب ساس. ساس فتن موزيس كوما، محمد الصغراوي يرجع لموزيس كوما، كوما الى علي العاص. الاتحاد المنستيري صحيح انه تعثر في الجوله الفارطه، خاصه وانه في الجوله الفارطه نادي سفاقسي منافسه الرئيسي. لعب محور دفاع الاتحاد يتدخل فادي لا عرفاوي بالراس، ترجع كره لموزيس كوما في اتجاه علي العمري. الهجمه يدخل لاعب الاتحاد المنستيري فامي برومفان، يربط الكره تبقى لهلال الشابه وتخرج رمي التناس للهلال الرياضي. قبل معمر يلعب كره لفادي الفالحي ثم سيرجيو سيكو الى فادي الفالحي من جديد، يسقط على ارضيه الميدان والمواجهه بعد الحلول يقع حسام تقا. حسام تقا الى موزيس كوما، موزيس كوما، موزيس كوما يدور يرجع الكره الثانيه لفادي العرفاوي. مازال الكره للاتحاد يدخل دفاع الهلال الشابي. موزيس كوما ياخذ الكره قبل حسام بن معمر. موزيس يرجع ترجع له الكره من جديد. موزيس كوما يحاول يلعب لطلبه، يدخل ثاني بروفان من جديد يقطع الكره، كره الاتحاد الرياضي المنستيري وحاول تعكس الهجمه. البحث عن الحلول ظاهر غياب خطو ودي الحاج فرج، ودي الحاج فرج مقطوع الكره من موزيس كوما يعكس الهجمه جهه علي العمري. اختير العمليه علي العمري، علي العمري، علي العمري، علي العمري. هدف التعادل للاتحاد الرياضي المنستيري، هدف علي العمري. كره مخادعه كانت وقطع الكره، عمل ممتاز من موزيس كوما للقلعي. وهذه اعاده موزيس كوما في اتجاه علي العمري، ينفرد علي العمري مع زوج مدافعين يجري وكره يساري. الهلال الشادي ام سيعود لنادي سفاقسي خاصه وانو سيسس فرت، او خلينا نقولوا الافريقي. ترجع كره من جديد لفائدة الهلال والدفاع تدخل، ترجع من موزيس كوما. موزيس يطرق الكره في وسط الميدان، مدافع مع نادر جارح لو برشا، ينطلق نيجيري. موزيس كوما يلعب الكره للياس الجلاسي، ما مسوا حتى لاعب، والكره ترجع من جديد للاتحاد المنستيري. ترجع كره من جديد في محاوله لعكس الهجمه للهلال الشابه، لكن مقطوعه من جديد. موزيس كوما يتحرك برشا، لاعب نيجيري. الاتحاد يخرج الكره للهلال الشابه اسامه بن معمر، يفقد الكرة بتاعه بتدخل من موزيس. موزيس كوما بيتلعب لعبية يسقط ويعطيه المخالفة للاتحاد في مناطقه. يوسف السراري يطلب التنفيذ من مكانها كرة وديع بالحاج خرج في تشكيلة المدرب بيرترو مارشان، إضافة إلى فنو بطولة بعد أكثر من أربع أشهر. السراري اللي حامية بالزر يعمل الكنترول، لكن مقطوعة من موزيس كوما. موزيس يلعب بحيبسي يسراري خدمة يسد وقت بديل في المباراة. موزيس كوما في خط العملية الأخيرة، ترجع كرة للاتحاد المنستيري، يجي موزيس كوما. موزيس كوما يعمل